قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل مسلحا فلسطينيا فتح النار على نقطة تفتيش قرب القدس يوم أمس الخميس، ما أسفر عن جرح جندي إسرائيلي ومدني. وتظهر لقطات مصورة رجلا فلسطينيا ملقا على الأرض بعد مصرعه على يد القوات الإسرائيلية رميا بالرصاص. وأفادت تقارير أن ضابطا في الشرطة أصيب بجروح طفيفة في الهجوم. يشار إلى أنه منذ الأول من أكتوبر الماضي قتلت القوات الإسرائيلية 97 فلسطينيا، قالت إن معظمهم شنوا هجمات ضد إسرائيليين. لكن يرى الكثير من الفلسطينيين أن قتلاهم أبطال واستشهدوا على طريق النضال من أجل إقامة دولة فلسطينية فشلت في تحقيقها دبلوماسية السلام. وأدت الهجمات الفلسطينية التي بدأت في الأول من أكتوبر الماضي إلى مقتل 19 إسرائيليا.